الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. فدغان وكي سديدات كم بذها قد يدي الحكم على الناس إسلاما وكفرا، ونوما قعد الرأي تحذير الفقهاء من تفريط السفهاء. طبعا قاعدوا أي نصوم الرأي فصل كلابات وكساب سنيد في تكفير المنتسب. قاعدة كوي تمنات بين مانتك بالله بينا إن شاء الله وتعالى. قاعدة سوى قاعدة مهمة وقاعدة صورة عضة. قاعدة نبحن أم القواعد، أم القواعد قاعدة نبحن قاعدة كوحك توي. وحكا الله إساء إنا دعوغاتو أحدكو قرمال ورنكرا وفاعل وسمي سمي قرمو نقوني أحدكو وفاعل نقوني فعل كاسو أحكام شرعي أي كرة تميسو. قاعدوا معناها سيكون سابسان طيب. أجمع أن الفاعل حقيقة في الأحكام التكليفية هو القاصد إلى الفعل اختيارا. وحيها القبل وكسكوا راعين وكو إجماعين فاعل كربكا يلا أرانكر فلبو السمييي فالكا سيكون تعلق كرت أحكام التكليفة هيد تحريم إيو وجوب إيو استحباب إيو إباحو إيو كرهاء التقانين أحكام تشانتا هيد فل أي كحرنان كرتو أحد كورمال وانكراو السميي أما فاعل كاسي وكما محاسن ليدا ذا الفاعل مرك حقيقة في الأحكام التكليفية والقاصد إلى الفعل اختيار. هذه القاعدة أحد كفالك أقصت إنو السميي أصغر لقصب وفاعل أحكام شرعية مرك قوكم يسوكو تعلقيس. قاعدو مركو وتشيددو وحاوي ان لا كلا قادو فعل كروحا مختار كي وحدورته الروحا قصبا ان لا كلا قادو ادونك مكلف كا فلكيسيه فلكا حيوانات بهايمت مجاهدينتا ان لا كلا قادو فلكا عقالدا يي مجانينتا قاعده هلكاسي كو تعلق ده احد كفل سميه اسقو دورته فلكا اسلا انو سميه في الشريعه الاسلاميه في الاحكام التكليفي وفاعل. إذن الأحكام التكليفية مرات كأولا بانيسو وفلكو وتصميسو مع الاختيار. أحكام توضعي اللو يقان وحي أولا بانيسنا وقدرة ذكالية المؤثر في القدرة الما يركي حالة داشادو لغا بريك بريكسيو لقتي وبكيري كنفتو وشبيو ولقد دندبهاية لأنه وفاعل في الأحكام الوضعية. الفاعل في الأحكام الوضعية أما في خطاب الوضع وعوتقانان أصولين توي قانان ما دام طلبت العلم أتيهين ومجرد القدرة إن أو ضيف فلك إن الطميز أما عاقل نقو أما مجنون نقو أما حلا يدلو أما سجاش جير نقو مرات كذا وحاول الأحكام الوضعية القدرة مجرد القدرة على قربه مجرد صورة الفعل هذه اللي هلو أحكام تهرة تميز أيد غرامات كي دندو يديات كي بهرة تميز. أما مركان مرين الأحكام التكليفية أي عقاب كدلاته آخرية دون تحريم كدشه أما قطع اللق إلى آخره وحلو شرطية القصد مع الاختيار القصد إلى الفعل اختيارا. قد يدينا ذات فانتان بربا لأنه قاعدة ذات فانتان هده جاهل جاهل بالحكم يمتأول بمعذورة له ميسا لكن ذات فهم ويدان هل كان بولين ورغي سنة 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 رتيسة سنة شهيدة هيا ويحل غصو بابايها وذاتك اللي ورنجري أبو بكر الحافظ الكلابادي عن أهل الزهد والتصوف وكسو قوريي قرن وأن حافظ وفقيها وحنفئة ومع ذلك زاهد وعابد وأصحاب الصلوق لغتريو كتب دون آذف عن بوليه حتى فنق حديثك كسابسا وحقليها كسو قوريي أهل الزهد والتصوف العارفين بالله على طريقة السلف الصالح ولي وكتبتك قراءة سو أدب شخص لم تبوه أمانة وحسوق لي ولا تصح الأعمال حتى تتقدمها عفوا حتى يتقدمها العقود والنيات وما لا عقد فيه ولا نية فليس بفعل وبحروفه. أهل الزهد أهل الفقه والزهد والعبادة وكسوق لي وحيي لي حيدا ذين أعماشه ما أصحه وشرعه ما اعتباريه أجيدان إلى وكهر مرق آن ينيه قصد كبال لقوضه وما لا عقد فيه ولا نية وحان قصدي وجد أن لولا هين فليس بفعل فالبماء في الأحكام الشرعية يعني وجد فعلا تناط به الأحكام التكليفية لأن كلام العلماء
ينزل على القواعد باليادة نك عالمك هذا الكيسة وحلقوا حنبارة اللي قد تشياء القواعد الشرعية سيدي كينيس سادون طول الله ما فسره الإمام عبد البر بأسوغونا كدن بي أسوغوناتك صدح بقول سيديتن كجرد ودنتي أبو بكر الحافظ الكلبادي أسوغون إن العرب لا تسمي الفاعل فاعلا إلا بقصد منه إلى الفعل إلا بقصد منه إلى الفعل وهذه الحقيقة في ذلك حقيقة رواسدة وحي كالي أدارت نينا نوفلك وقصد فاعل ولي ومجاز يتصور توسع ويتوسع ماها حقيقة ما وقالوا عمر لبات ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلا إلا بقصد منه إلى الفعل وذات كالورنجا العلامة البرماوي الشافعي في الفوائد السنية سوي حوليها لأن الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أو شرطها فإذا لم يكن العمل بنية فهو صورة عمل فهو صورة عمل لا عمل شرعي عمل شرعي أماءها فيصح النفي وحفصير يا حديثك شرحي إنما الأعمال بالنيات نينكل أورنجر أبو بكر الجساس الفقيه وحولي إن من شرط حصول الكفر بالقول أن يكون قاصدا إلى القول مع الطوع أي مع الاختيار الطوع هو الاختيار إن كفر يهرق الروح كافر نقض شرطه وحاو أن يكون قاصدا إلى القول والقصد إلى الفعل مع الطوع مع الاختيار وإن له الاختيار هي قصد إلى الفعل والدليل عليه أنه لو كان مكرها لم يكفر لعدم الطوع ولو سبق لفظه بالكفر من غير قصد لم يكفر فعلمنا أن شرطه ما وصفنا ورنتي يعني وحا الله شرطيه وحاوي إن له روح فلك وكسر السمعي وبالتالي فالكنا ودورتون لغو قصبين شمس الأئمة نكا يقنا حنفي سرخسي وحوري سرخسي أما سرخسي واحد ثلاثة إن القول إنما يعتبر شرعا إذا صدر عن قصد صحيح وبسبب الإكراه ينعدم ذلك القصد الفرق بين المختار والمكره برأينا كوشيك قولك وحا شرعي قولك ورد أما فالك وحال اعتباريا شرعا مركا يكسو فلان قصد صحيحة إكراه روحوبا بيا قصدك صحيحة وداوعية هذا الله أبي أبريه إلا كان صوقها بسودة سعدين ترتزاني أصوح له إن صحة القول بقصد المعنى ويردو وحي وحكون نقطة إن معنى هذا أتقرنيس وصحة العمل باختياره فالكون وحكون نقطة إن الدورته والإكراه يفسد القصد والاختيار إكراه روحوب دمية ربطانك إيو دورة شديبة ابن قيم فكبت بوضية المتكلم بصيغ العقود إما يكون قاصدا للتكلم بها أو لا يكون قاصدا حكسي قاعدة حاصرة عور إنك كوها الله ويردى بعت يوان قرصد يوان فراء يوان يلي عقود الإنشاء وحلو يقان أحد كوها الله إياه لما مدعوه إنه أقصتي ويردى إنه كوها الله يونس أقصتي فإن لم يقصد المتكلم عفوا فإن لم يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله لم يترتب عليها شيء ويرد أن كل واحد من قصدين سيد كي لقصبي المي روح جيفي كي والله كي سرقان سنا كي عقل يسا لقى حقبتي لم يترتب عليها شيء وجد لم يترتب عليها شيء من أحكام التكليف لأن كلام العلماء يحمل أو ينزل على القواعد ما هي الأحكام وضعي وأنك صوم الركيحة رشيلي مجنوك وأسكمت وإن كان في بعد ذلك نزاع بلو وتفصيل فالصواب أن قول هؤلاء عفوا أن أقوال هؤلاء كلها هدر أو هدر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابة يعني مجنون مكره إلى آخر ذات كاسي وحلقوا القصد إلى القول إلى التكلم بها ما لقواه وحيس أسوه قد بيه وإن كان قاسدا للتكلم بها هدو قاسد ويردين وكرنا واقه لما مدوهي فإما يكون عالما بغاياتها متصورا لها أو لا يدري معناها البتة بل عنده كأصوات ينعق بها فإن لم يكن عالما بمعناها ولا متصورا له لم يترتب عليها أحكامها أيضا ولا نزاع في ذلك بين أئمة الإسلام هذا نوع كهل الجاهل بالمعنى يا الجاهل يا العالم بالمعنى ويرد بعد كهذا الشيء وهو قصد ويرد إن الله تمات لكن ويرد معنى هذا ما بقرن يسيد بقى سيد النين شايني سوام برينا في صوماليا يعني لو محنا معلن صوماليا صورت بنوقة حان وحاتر هذا
دين تحايباني دين تبعاي نعلى دين تكويال إلهي بهجادي سؤال بريسة من يقان نازك إذا محلي دين نينك الصومالي الدين تعايا إري الصومالي أكو عايا أما النبي وحكا الشيقة أف صومالي أكو حكا الشيقة أما الدين تبع تكفير نيسا جينيس كرام تكفير نيسا إيش الفارق بينهما جينيس كو قست ودا أنا كنا واقع صومالي كنا وقست فارق هو محي مت كنا ودا معني هذا ما قرني كنا ويا قلنا معني مرك وايس كده أرنت أيضا مرك إلا كلا قادو برسال الله كلا الجاهل بالمعنى الكلمة هي العالم بمعناها وإن لم يقصد أن يكفر وفرق كالتاس فرق كالوي إسلام تدي بان فريبا تدي حقا نمال دوين أطفرت لكن واد قرنا يزاويردن وادو قصد كورنا واقيدة معنى هذا نواتقان وحال لينا هاي هوري كفر أنت لأن محال لها لي يا معنى هبا والي هلي إلا يفرانت إلا يفرمو وحكم يالا شريعة أدي كوم يالا أدي قال كوتا لما مرة بعض حلية مقيم وباللفظ والمعنى جميعا يتم الحكم ويبدأ أذكر هذا الشيء معنى أذكرنا يسوي حكم كل ما يسترمي فكل منهما جزء السبب سبب حكمك كحنا قبل كيوية اللفظ هي قرشة معنى هيس وهما مجموعه مجموع السبب لفظ إيه معنه هو سبب كورد ما يسترن وإن كانت العبرة في الحقيقة بالمعنى واللفظ دليل عليه ولهذا يصار إلى غيره عند تعذره المهم فلا بد من إرادة شرح دير بوسيق عليها شاطب حول الأحكام الخمسة أحكام التكليف إنما تتعلق بالأفعال والطرق بالمقاصد فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة قط فقط غير معتبرة شرعا على حال إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة قاعدة أدب أصلا أشهر حي محل شايت مرك حاوي وإن أتفهنتان قرافي قاعدة حول القاعدة فروقيسة الإكراه مسقط لاعتبار الأسباب وبحروفه الإكراه مسقط لاعتبار الأسباب جملة مرك حاوي ماشي دين تالا الحقيقة الشرعية في أحكام التكليف وإن له القصد إلى الفعل مع الاختيار مع الاختيار وحكوسو هردي الجاهل بالمعنى حكاتك كنتين هم حاذا يقعدوا ردارتين ننك ورد إنو كرد واقو وقصتي سيدة جينيس قادة إنو كمثال لوكالي لكن ورد معنى هذا أنقرنين حاذا يقعدوا ردارتين لابد الشردية تشكتين ما لقيها الاسم مسلق مهرين إيه القصد والاختيار اختيار والله قهل القصد يعني معنى اللي قواه انت سنكاربه انو ورده كود واقو دورت انو كود واقنا وو قصدي لكن ولي حسو قصدين معنى هذا لماذا لان القصد الى شيء وفرع شعور به انا فهمت هو مهم جدا شيء يقول ما هو قصده مركه الدارين سنتاي غارسان ربا ما يردون غارس كور قبي حقدو سوتا غارسان وسودا غارسان ما اسم دي كرتا حقدو ربتا دار الحديث ما بد اوغيده القصد الى شيء وفرع عن الشعور به اذا ما دام اللفظ كان معنيه سب جاهل كي هي وحان كو اوغان جهله بمعنى اللفظ انه لم يقصد الى المعنى معنى اللفظي مركه الفاظ واسدا وإن سداد أوقات ماشو حكا وحان لقو عدور داري وحان لقيه لين سبب كي أوردام ما يسترن بان لقيه لين التلفظ باللفظ شرط بوها وجزء السبب القصد إلى المعنى شرط بوها أصلا لقيه لين معنى هالكا سوك إيمانا يسكو أوقات وحاكو يمد مركا هالكا وحاكو أوقات وحان لقو عدور داري مكرها لو تكفيرون واي إيه مجنونك لو تكفيرون واي إيو نينك مقتئ في القصد اللي هو تكفيره نائم كالسابق السايق اللي هو تكفيره محايا لكوة وحاول لقيها لكالية صورة الفعل بها لقيها لي وما يسان قصدين الحقيقة أما ما يسان دورانين إذن نينك اللي قوة يقصدي اختيار وضع السعودة فلا فعل له حقيقة لأن من لا قصد له لا فعل له حقيقة مرك انتهوي
وحكوي من عامي الصومالية ارفعي عيدروسي بدوي الجيلان وحق ورعي يعني من كان محاول حي مجنون يسهي النائم يسبي يمكره محاول حي نين كان مشرق عامي خذان نبنا عصا إنه سجد وقست إنه جور عنا وقست إنه شعب دقادر وجور عنا وقست وح إنه جور عيان ويقانا بسم الله والله أضرب ولا دع بالحير حير السجى بكايا قان هذي يصير لول لقده يصير لوسي كذيو السجى بكايا قان جور عواي قانا وح إنه جور عيان وقرنا يا عد الله وضنا وقرنا وون وقست محادما ورقاد فانتين مربا نين كان وحو جاهل كي هاي وحو حكم الشارع تانا سهولو طالما موقع سدريدا يا ذو قورع يا ذو قورعي أوغي هبل شعب القادر عيدروس بدو وحا طمين محويا قورع بها ليا ذا وشرد قولي ذا ندر كودي هولو هوديوي وحريف هوشا كدركسن لكن حسا كورقبي وحينو كقالو بي حكم الفعل عند الشارع بسنقون هولو طالما هولو شهول أساق خرسيسا مكلف كوحا شارع عضو سيسيع علمدو إلى أهلين بالإجماع قرافة باكها الله ابن تيمية باكها الله ابن قيم باكها الله ولبا إجماع بسوء قوريا مكلف كوحا لسي القصد إلى الأفعال اختيارا هدو أسباب تلي مادو الحكم على الأسباب وحا إسكاله شارع عضو هدو مليهد هدو مليهد هولو شهيان لغو خلطة من آدسك إلالية نين كان مركز قاعدة هذا أن دين شيء أن فهمين وحاس كذا خل ضميسة قاعدة ذي أي كحر نيد مدار التكليف وردن صدرت تبان قاعدة وقاعدة لبات الورن كروا ثاني أم القواعد مدار التكليف وردن في حقوق الله وحن كهلينا وحقوق الله سبحانه وتعالى أما حقوق العباد ويكد وانت يبابك وحكر أنت كلية مجرد الفعل حقوق العباد أيضا ما دام اللوج ذي جبرا جبرا للخاطر وعدلا وحوي وحو البض آدم أقيسته ودباتا أمام نفتي ساء أمام مالكي ساء أمام عرضي ساء أمام شرفتي ساء أما أقست أما أوقست أما أقو أما هوقان والقاد دبهايا لأن حقوق العباد ومبنية على المشاحب بخلوي وحبي سمع فيها وحضوها كالقوصر هيا أفكك كالقادر هيا آدم حقوق دي سمرك لقاها الله أيوه والله كبيا وحد ناعد أقيست أما أقو أما أقانن أما أقست أما أقست ولا قربا من باب وامحي المعاملة بالمثل عدل وي وجبر النقصان في حقوق العباد أما حقوق الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وحال الشد القصد إلى الفعل مع الاختيار هذا يوحي ورطي معنا لمعنى أنه كان قرين وحال يقاسد مثل لأن القصد إلى شيء وفرع شعوري به من لا شعور له لا قصد له ولا اختيار شيء يقول ما دورته ما كانت قرنيس إذن قرنين وحمد أن دورنين إذن لبدا اسم السلوان لسكو خلدين هذا بأن إنك جاهل كا. جاهل بالحكم أنك قال لنا حكم كأن قرنين فالكان حكم كيسا في الشريعة يمتأولك وإسكو مد لأن تأولك نوع من الجهل جهل العلماء با تأولك ليدا تأولك جهل العلماء جهل قاعدة جهل العوام با ليدا لبدا هو جهلي وحين أخذ عين حقيقة الشيء جاهل كمتين سيدي صحابتي تأو شيء خمرضه كالي قدام المذعون وحين خمرته ويقان جاهل بالحال معها وحين خمرته وقرني آيات القرآن كخمرته كهلينا وقرني لكن حسك دادعي تأويل خاصة إن مسلمين تقيب كميدو هيرك هدي قاران خمرتي حرام بهرن وقوته هدي عبان دنبي كسو قاري وحلقها هي حسنات كوده هوري إيو سابقيته ذي بدر النمذه ذي هولاس الله قيسة حمرضوا أي حلال ولي قدام الله ما هي هذا قربان كهالله لا يوجد ولي هو حال مردوحوء من سنة جرمك كإيمان إنه يهم منغمر في بحر حسناته باب كاسوس كده دعي باب الموازن وقلي وحور هدان عبي كمال لا ذنبان لم يذهب محاك يقويسان محايا إلي بدوين وحسنات وطب بدريد وكوكة النبي قال سوقر بإستاقي مهاجري بان أهواري قال لحظة وحياركها وحكو نحضو مي بضي ذي حسنات كايت سيد مرك حتى يقوي فنيسة ولي مردين واي حلال إلهينا محرين ولي مردين لكن ضد بان باكو خالد من سحابي قال مركي قديستك الله أيان
رقوا إنصافي أهري السلف وحكم هذا قاضي إسماعيل بن إسحاق حماد مزيد ولو أوي هو يقاضي فقيه محدث ومالكي شيخ في عصر في بغداد كذلك جصاص إلى آخره. قاعدة مركو حيو خضوع عيسينا دقاتان أهل القلو حيكو إجماعين شرط الكفر وشيئان فقط القصد إلى الشيء إيوه والاختيار هذا دونتو وحديه كرتار قصدي اختيار كسهوس كنليس هل بتكسو قادي وحديه شرط الكفر وشرط الصبع والعقل والقصد العقل والقصد لأنه نما اختيار لهين ولا قصد حبا ما قصدي أكهل وها يا وفرق كيانين موييني وحي قصدي الروح مجر مربها دون مكرا يا ولا قصبها يو نين أن خيار لهين قصد ما لها مركب واحد كوكا بانكرتا قصد كيو اختيار كمد بات كسو قادي لانه ويسفن قال وانا اسكم معنا اذا عقلي يوحى الله شرطيا القصد الى الشيء موانع الكفر ما يكون قريا عدم العقل ايوه هي عدم القصد انتفاء القصد هي عدم العقل لبدا كفر ولا مانع بوليها ومانع صوبه هي اللبا شرط وشرط صوبه هدبا نن والبو سمي فالكا لما أمال سمي وردا لما قاسدا إلى الفعل مختارا فهو كافر معي إلي مرات كيسابك والله يا. كل من فعل فعلا هو كفر في الشريعة قاسدا إليه مختارا فهو كافر من ننقال حق وعيدك والتعذيب يعقوبها هل كان مركز مرس إسكاكا خلد من فاعل كان إلا السيو اسم فعله وحكم فعله حتى ما يسفل فل كان واحد قادر يسا ما قيسي يحكم كيسي حين كسوا محي هذا مسلم هاي كافر طاه ما قيسي نوا محي إن ما قيسي لغوسي منافق فاسق كافر لغوي هذا لأنه فعلك هو فعل إسكاله ما قعب على قدم بلي وحلق كينا يا وصفي إذا كفر ما شهدوا ما دي إيمانك ما شو أكبر حي أظن كافر باتا من اللي قد لي أظن هذا حول لقو شيئين مسوى حول لقو شيئي آخر من لقو عذاب مسوى لقو نار تكواري ميسا مسوى لقاس وصاري مسوى لقو امتحاني وبحثي كالون قاري دونه خالتك كتيرة بحثي كالون قاري دونه هذا هو الإطالة ما وعيدك الحكم الوعيدي يا الحكم الوصفي والاسم هاسكو خالدنا وذا ديسك خالدنا وما كنا معذبين ما كيف سيرها يد إلى حكاه الحكم الوعيدي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى سلمه وكوشي حكمك وصفها وكفر إسلام إيمان وسنانه قبل الرسالة كي اسم ذا مقعانا وسنانه أحد والفلق والسمائي حلوك بحنية مقع بالله اشتقاضي لقاق دنبالينا أوصافته يمعاني ذا مسادرته هذا يكون تم حاله هذا يكون تو إجماع لغة وشرعا وحلاقة قدم بلايا مرعب على قاسينية لغة وشرعا نك تكن يحاضيه ومصلي كتاجن محله ذا هو قائم كفدي محاضيه قاعد شرع لك سوق مسجد برالا محاضيه كاذب نكر اللغة صادق محقق مي وصف الصدق مصدر كبالغه لي وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلية الحق وذلك قرافي وعند فقد الوصف هذه مستر كاللواية أما الصفة وحلوية أما وصف اللواية لا يشتق اسم فعل غدا بل ما يوحي لا المالي شنقي دور كيسي وذلك مراقي اسكالها وأعوز المعتزلية الحق معتزلية وحاق جنبية والحق بقى جنبية مع ضعف كالله مكوضة معزلة وحيدة هذين أظن كوق من كوق من اسم معنى أن كوق من أما وصفي مثل لجاهل يا مقع لغدا بالك راه وننك عنها إيبية لا بين باله بعد ننك تمر تبين تامر باله هذا تمر ترى واحد نوح كوق ما يميه واحد وطاء ضد واد سوق جينيس عنه هنا وتبدي ليلة كذي سوى كوق ما هي وصفي مثل منا معها وحاله وحنو كهلين أسماء المعاني أسماء العيان بدو بودين وإذا كوص بحضي فرق بين أسماء المعاني وأسماء الأعيان ورعين كمان لا يحنين شيء هيو حاجر لورنها يأمل لورنها يوحي لها المال ما إنك وعكاه اللي إني
فل أدوه أستمعين صوم معنا ووصفه مستر كوقو مهيا وتكسي فيه بيسو وحرب إلى إذا هذان قرآنكو ومخلوق وأنا كلام الله سو كلام الله وصف إلهي أيوم مخلوق نقول يا سيدا روحي تمرت إبنه بلولها وتامير أيوة تمرت مخلوق طي حقا أنا هين معنا كوقبة قرآن كونا أسوق مخلوقة أنا هين سيف الرب كوقن طي أبورد وأبوري ورب الله تيرنا يا إله وحولنا ومتكلم وله كلام منفصل عنه ومخلوقة كتامير ولا بري مش وش هذا موجود ما فهمتين مركوا مسألة دقيقة هذا كل شيء مشغول معي وحن ربا وحلقها له أسماء المعاني اسم معنى دقوقم وحلقها سينية تلمان بلغا سين يا مقع قضية داس مركة آده لو وانا دفع انت كمركة كورونا ينينك هدوا جاهل محو جاهل كيا جاهل وانا قصو مري والله وقيبو جاهل جاهل حقيقة وجاهل حكم وحن كان نقاش ان لينا هاي اللي الرسول كي عذور دار ما إسان كردقين أهل قبلنا ما إسان كردقين ديننا ما أها إلا خلافنا وزندق والجهل بالحكم الجهل بالحكم جهل الحقيقة وعذور دار محايا لي صابك ببابئنا إياه صابك ببابئنا إياه لابد أن يسكن خلطمي مركة الجهل ننكاني هدى مركة لأيوان عذور دار جاهلك يمتاول كوحان لنا هاي ننكاني وحان وسمي موقع استفالك ها ما قرنا يا وحى إنه جورع ياي أما عي هاي أما استغاثي هاي أما الله بري هاي ها يا الله بحنا يا أولياء الله أنت موجي ها وإيش كده مات حاجة وإيش كده مات طيبة القصة وإيش كده أنت كرجال بكون دون هادين وكبت بدو ربع وش أو مرة بغايات ك غرض كيس شغل جمال غرض كله إنت قوت الله ما غرض حكمكم إحنا علماء الله يلا آدم الغرض منه هذا تراده وهوليه جهمية جليسان وحتى قنانا إذا كان فلكا ما سمعي أسوقه دورتها فلكا ما قرانا يا معانيه سوادا ما قرانا يا ها بس فالأمر واضح فلا نغنى هالكاسي حاجة كنان تايو إحي كدام بي وحايز كالي شارع سوحد حيدا ودي فلكات ثمي سوا كفر أدونا كافر باتاي الحكم على الفعل يا إسكالي شارع شئت أم أبيت أدول لكن حاليه إلهي قونا حريست وحاط ثمينه طويلات وقصده حق أنها تقرنا يسفلك حقيقة ديس ذبح ما قرنا يسوحه يا قورع محاط ثميسي قبر بلو سجود وحاط ثميسي سجود يا سجود قبر محاط كربتا إلا إبان أقول له أوليها دبركة إليها ذا تاوها أولك لي وحا إني سجود تاي قبر أنه سجود هذا الشيخ يكفي انتهى الأمر حكم كاتري ديسا هل الدليل هل الدايوة مسألك الحكم الوعيد بهذا حكم اسمي ووصفي ووعيدي بس هذا حكم بس دبي الله من نمتكم أخر دنو كحجة اللوس أوجا هي حجة اللوق قم هي أدل اللور هذا هو معي والحكم الوعيد التعذيبي أما الله بدنا هو وحكوس بنادان وصفي اسمي وحكوس بنانا يا بالقصد والاختيار فقط أو بالعقل والقصد إلى شيء انت بس وما كمانات فانتان ولا قخل دمينها وشان الاسكوع قاعدة لبيه طبنات قاعدة كده بيروي الاسلام والكفر يثبتان تحقيقا وتقديرا وهذا من المسائل العظام كفر يا اسلامك وحيث نادان تحقيقا بيوصف نادان وتقديرا روح عن اسلام ما انه كو ارك لان مركة قدرين انه مسلم يعني قف إن قال لما كو أرقنا وحن قدرنا مركة قاركود إنه قال لي وقف خاصة مرنا وحاوي إسلام كي كفر هو تحقيق مرنا هو تقدير تحقيق وحن كوضنا روح وحصمين حقيقة الكفر أم وحصمين يا حقيقة الإسلام هاوش أنا وحيك شاع عقلاء بالغين تا العقلاء البالغين باصمعي سيدي ينكو كالي فالنبو إسلام الله يمارس مسلمين باتين فالكفر الله إيمان إسلام بلاد ذاتين كفر النقر إسلام مركوا حق وإسلامي كفري حقيقي مرة تقديري تقدير حق لا ذات كان حق لا ذاين مجانين تا عرورتا أيه مجهول حالك صدق الله ما يلد بوك لا ذات كان حق لا ذاين عرورتا أيه أنا بحنا أيه مجانين تا أيه مجهول حال تقديرك وحوق على مركزات كانوا مكلفين تاهين
sida majaniinta iyo caruurta oo kale wuxuu kala galaa majhuul xaalka majhuul xaal qof baa ku dhintay daar kufri ama wuxuu ku dhintay daar islaam wax islaanimo lagu arkayna ma jirto calaamaadkii shacayrta kama muuqdaan amaaraadkiina looma hayo meeshuu doonaa joogo daar kufri buu joogaa ama daar islaam buu joogaa shacayru islaamna kumeyna arag bayina looma hayo iyo makhraati kufrigiisa ama islaamkiisa amaaraadkana kama muuqdaan ninka maxaan qadaraynaa waxaan qadaraynaa inuu muslim yahay hadduu ku dhintay balad islaam waxaan qadar inuu kaafir yahay hadduu ku dhintay daar kufri idan islaamkiisa iyo kufrigiisa majuul xaalku waynu qadaray wax anaga aan ku aragnay ma jirto waxaan qadaray inuu sahayna waa dhici karta oo gaalba wuxuu ku dhiman karaa daar islaam shacaayirti waan ka weynay calaamaad islaam baan ka weynay kuwa kufri baan ka weynay waxaan xukunay inuu muslim yahay tabacan lidaar waxaa dhici karta inuu yahay gaal isqarinayay oo mishin ah oo munasir ah murtad geesa waaweyn war ooma hayno qadarna annahu muslim tabacan lidaar muslim ba wuxuu ku dhintay daar kufri xaqiiqatan waa muslim laakiin dadka muslimiintu joog way baadheen waxay ka waayeen calaamad islaam waxay ka waayeen calaamad kufri shacaa'ir wax sumada makhraatimina lama hayo cind allahina waa muslim ilaahay baa og maxaan xukumaynaa inuu kaafir yahay waa kufri taqdiir yah tabacan lidaar qaacida loo yaqaana taqdiir lmacdumi mawjuudan bay hoos galaysaa taqdiir lmacdumi mawjuudan fiqiyaadku waxay gashaa diyada ishkaal fiqi a jira haddii maanta lagu dilo khata'an aw cumdan lagu dilo magti lagaa qaatay waa la dhexlahaya shardiga miraadkii iyo irti war muxuu ahaa waa in muwaridku ninka la dhexlahayo hantida asagu uu laha milkisan yahay wuuba dhintay ninkana waa la dilay diyada goormuu yeeshay goormuu milkiyey inagu waan dhexlaynaa waxaan dhexlaynaa inuu xoolaha isagu leeyahay boqol halaad baan ka dhexlaynaa oo magtiisi ah asagu ma mulkiyen sidoo looga dhexlay fuqahadu waxay yidhaahdeen aakhiru laxdati min anfaasihi ayuu mulkiyey boqolka halaad ee diyada ah kadibna qalaf buu yidhi waa laga dhexlay adi maxaa loo yaqaanaa taqdiiru lmacduumi mawjuudan wa taqdiiru lmawjuudi macduumanna waa baab kaleo qaacido kaleo jirta wey almuhim kufrigu hal mar buu noqdaa taqdiir oo goorma hal mar buu taqdiir noqdaa oo fii gayr lcuqala wa majuul xaal labadaa meelood keliya ayuu noqdaa mar kale lama ogolo inaad kufri qadarto mar kale lama ogolo kufri aad ruuxi ogaan karta inaad qadarto waxaa kuu soo hadhay mumtanic ah daa'ifaan dagaal naga dhexeeya dowlad baa dagaal naga dhexeeya waan ku duulay ma kala sooci karo maadaama aana kala sooci karin muslimkeediiyo gaalkeeda gaaladuna ay u badan tahay xaaladuna xaalad xarbi iyo dagaal ay tahay sharci wuxuu noo baneeyey inaan weeraro oon isla jabino oon ku dagaalano maxaa yeelay qofka aanan garanaynin ee muslimka meesha ku jira ayuu ku xukum yahay fi dami waalmaal faqad laa fi lxukm alukhrawi shuqulku ma laha xagga dhiiggiisa in la dili karo maalkiisa la qaadan karo kugu xumiya maadaama aana kala sooci karin waxaynu ka hadlayna waa xilli kala sooci karo wixii lakala garanayo marka lama ogolo kufriga in la qadaro ilaa fii xaalatayn gayru lcuqala oo majaaniinta iyo atfaasha iyo majuul xaalka majuul xaalka marka faracan haddaan kuu sheegay ee cinda alimtinaac baa kuu soo gelay cinda alimtinaac saxaabadu markay ku duuleen qolyihii reer bani xanif maadaama ogaayeen badankood inay musaylimo rumeeyeen kuna dagaalamahayaan dhowr nin oo yemaniyiin ahaa ku dhex jiray oo muslimiin ahaa oo safar iyo waxay ku dhex jireen ku dhex dhintay maqtadu way bixiyeen qisadii maslamaan ku tusaysa mar baynu ku hadlay abu jacfar taxawi geyrka ay wariyaan sidoon ha noqotee maysan kala qaadin cinda alxarbi maxaa yeele waa daa'ifa laha shawka mumtanica oon la kala sooci karin
باحث يقول له يقنا القياس على فعل الله بان لقى قاتا وانا بحث مالك إليه شعبي انا اكون خلط به مالك وحيد هذين وحابنا في الاصول القياس على فعل الله سبحانه وتعالى وحين نسؤ سنديدين بين وارنته ابو بكر يا صحابه ذا سمي مركو ري صحابه اركين لوطي محيده حاوس كو خلافه ما كفكر ولي قد ما سنين حق دبلوغه تغاي سيده دمرك روحا وحموها حلق ابو بكر بيقبسط ولا اجتهادي ولا تشدي وحي اسكو راعي رد ما ايا كميده سيدي الهي عذاب قوم لوط هل له عذاب ما حلو سمي ميل فوق سري انت لغا سو تورو دغخيه لغا دبكينو وامطرنا عليهم حجاره من سجيلها لغا دغيده وقياس على افعال الله سبحانه وتعالى سياسو كلي نبي صومر عليه الصلاه والسلام كعبد وحي كسو دوري قوم با كسو دوري دونا فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم احاديث في الصحيح اي وريان امهات المؤمنين قرن يسا ام سلمه اي حفصه اي وريان ونبى لو حال الى سياده لسكو ايو دن لو بابين لو عذاب وفيهم من ليس منهم ننسوق وحكي مسنا يبا وي من كره نن حال ولبري سو اعتراعي وعضده كسو دغالي با يا كجري كرا من مكره لو سو قسمه كجري كدا وحوري كل اله واب عذابها ولا ضمين ثم يبعثون على النياتين شيخ اسلام حوري هذوب ربي كلا سو عكر اسكو قبطي أوسن كلا سوين أنو أضم مجاهدين وضعفاء أن كلا سوء كريم حنم وان باب الأولى رتي إلى ثم أود كره أنت مكره أنت إنه كد وحبض إلى هو أود مسلم قصود براعي الدجالي وكل يحين كرب سبحانه وتعالى لكن لما يلين لأن البلاء إن إذا أنزل الله عذابه عمه بالصالح والطالح أي حديث ابن عمر نهى بن مالية إذن الآفات السماوية بل الآفات السماوية تعم الصالح والطالح ثم يبعثون في الآخرة من مسادر شتى أسكو خلط منا ابن حجر وحور ومن باب القياس الآفات السماوية على الأحكام الشرعية عيني ما نقضي وحور وحافظ وكاوس مرتي أحكام تنلف تركيا ذا شرعي وسماوية ورنتي أحكام ده حاجة كتب الأحكام الشرعية قل لي هذا سماوية آفات كنا وسماوية اسكن ميل بالله مرمبور وحي سماوية كيب وارد دايا دا كسي مشغول ما يحرر بكلية تاسمر بانفاين دوران اسكوغا تامركا القياس على أفعال الله بالله يقنا قد يضع مركا عند القدرة عند الامتناع بالله كلا قاضية ولبا أدو أك المسلمين مالهن أي كتشيران يا مركا دقال الله ما يسو حبض دوات قسمي منك اللي حين ما يسيد نما تقولوا اكتب مويين لما كان سوء كره نبقى عليه الصلاه والسلام يوم بدر اسوق كفار قريش لصوا قصب ان يجيران يا وحي يري دقال كوضا اسكا دحيا قالدا لكن من ريب بني هاشم اي هيب اي هيب دور تومن نما قتري وحن اوغها بن ان دقال كان لو سو قصب دقال ايسن دونينن نينكي قبطا يسمي دي راعين هاي سو سيمو هذا حبض هرار أي قادرة لين ما هيستوي هاد ويرك هذا كل إنتان وحبل لكن محابيس عند قال هذا النقدان هل يقصوا سمو عباس بقى عن قلي رك بدن بس ده كوك عن قلي نين مسلم أها ومش الله كيري وقسم لقوك كيري بعد بعد مالك بدر أها نكي سهيل ابن بيضاء وعبد الله مش عدو مخاتك عاي أحمد بقى لو يدور لي أنا قال إسهيلنا هذان قالوا لي تشبن ان محابس سو قبرنا ومحابس ميت كمدو الى مسلم بان امحان كسمينا وهو المشكله قال ان دغالنا لا يجي دول كان دغالنا محابس بان قبرنا كو ما حس وحنا مسلمين بان اهين با مي الا يلي الى ظاهر كابرين ايه ومن كذبه الظاهر لم يصدق احمد وحيره والله فيرن وافق في محلي والله فيرن الظهوب وطنه مدح الله قادي بوري هذا الذهوب ودننا ورنتي ومسلم وسوق قصبي بوري هذا هو الفقه قرا انت الله فيرين مسلم ياتها اكان لي سيسمعوها اكي ان نقول لي سيسمعوها مرتين انت الله راعيني هدي لك اسوس عبر وروا الله يسوق قصبي نفط من ماشي لا جيت كان فود اسكي يقول ما توري موت مسلم دي جوايق حرام حقو بحوان لنا ما حد صوت دونتي قالوا ما كيتشطن لا قولي فرق ست ذو قالت
يعني قرائنته هذي تاجرته مسلم للسوق أصبح إنه يهي وبتبادل. إذا كان معه السلاح فهو منهم بيقول، وإذا لم يكن معه السلاح يصدق. ابن مفلح عوله محقق المذهب اللي يقان، وهو كما قال يعني ما شو أجوج النووي أجوج الشافعية ذا أيوه ابن مفلح ابن قدام أجوج الحنابلضه هالقاسي أجوج مرك قضية قاب كأسباب اللي متعوان قاعد دونا يلا قصي مشقولي قضية يقدم بيسمي حمام كده رمزوان هالقاسي كده إياه. والله سبحانه وتعالى أعلم.